أعزائي المشاهدين، تتواصل رحلتنا مع العادات والتقاليد اللي هي في الحقيقة هوية متاعنا اللي ما يلزمناش نحيدوا عليها. اليوم باش يحط بينا الرحال لمدينة البقالطة، ويقول البقالطة يقول الأصل الوافي والعادات والتقاليد اللي بكمالها. هذاك علاش اليوم مسرورين باش نكونوا في ضيافة مدام سميرة الزرقاء اللي هي طرازة درجة أولى الحقيقة، وباش تحكي لنا على تفاصيل العرس البقلوتي. خليكم معنا. أهلا وسهلا مدام، شرحي لك سميرة. الله يخليك سميرة. كما كنا توا نقولوا للسادة المستمعين، باش نحكوا لهم على تفاصيل العرس البقلوتي من الاول بكل. خلينا اليوم باش نعيشوا معاك تفاصيل العرس البقلوتي. كيفاش نبداو؟ الام كي ولدها يكبر شويه تحب تاخذ له يطلع عمره 25 27، هو واللي وقتاش يحب يرضى باختيار امه ولا اخته يمشوا ياخذوا له. بالطبيعه يبدا هو راضي ويعرفوا العيله ويسالوا عليها، خذاو يعطيهم يتفاهموا ويعملوا خطبه، يمشوا للكبارات قبل الام والبو والاخوات ياخذوا الكلمه، بعد ذلك يحضروا الملاك يعملوا ملاك. كي يعملوا ملاك يدفعوا الشحمه، الشحمه هي المهر نتاعها، هي فلوس. يعطيو كل قدر وقدره، معناتها ممكن يعطيو 500 مليون ملو. انت واش هذاك مهر العروس؟ حسب الاتفاق. حسب الاتفاق ولا كل قدر وقدره، ولا معمول به في الوقت هذاك في البلاد. ملكتك صعبهم يقعدوا هنا كل موسم يهزوا لها موسمها. ايوه 12 موسم ولا قداش ولا 10 موسم يهزوا لها الكتب، يهزوا لها محبوب، يهزوا لها ماكله، يهزوا لها غله، كلها قدر وقدره متفاهمين حتى لين يحضروا العرس. ايوه وقت اللي قرروا العرس. وقت اللي قرروا العرس العريس يحضر روحه ويجهز روحه ويحضر دويرته ولا موبيلته اللي باش يكتب، والعروس تحضر جهازها باش العرب يقبل. أيوة. تحضر امها تبدا ترزلها من القمايل الفران القوافي باش بنتها تروح قبل العربي، هذا قبل تروح بالسوري. كان بعد العروسه البقلوتيه العروس البقلوتي تبدل قبل. العربي معاها معناها تهزها معاها وبعتالي وتطلع لها باش انا باش تقعد تزين به قبل. بعتالي ولا شنو بعتالي في محفل في عرس في حاجه تقعد تزين به. تحضر لها يجي وقت العرس يعملوا يتفاهموا نهار تشلوطيه. يتفاهموا نهار تشلوطيه قبل بجمعه يطلعوا يحضروا، ام العريس تطلع تحضر على روح الولده لوطيت ولده والعرسه، وام العروسه تطلع تحضر الحنه بنتها. لوطيه هي ليله الحنه الكبيره معي. لا لا لوطيه احنا عندنا في البقالطه بدايه العرس. بدايه العرس. يهزوا صبرنا الطعام يسميوه، اما هو احنا نقول لوطيه. لوطيه شفاه يجيبوا العريس نهار لوطيه تجيب الموسيقى قبل يقول بالطبال وبعد تالي ولات بالموسيقى. يهزوا علوش ويهزوا السميد والزيت ما يخص ما يخصك لوطيه. ايه ويمشي ويهزوا لها الشرط نتاعها كذهب. ايوه ويهز كي مش طلع العربي يمشي يهز القمجه والحرام والخلخال والمدار على العريس. يهزهم لها في اللوطيه، العروسه تبدا محضره جست لقارب الجيران والاهل والمله نهار اللوطيه. اذا طبتش لوطيه للدار العروسه تبدا من الغدوه محضره عاد هي من قبل، يصحوا قربتوا زهاز قبل. يصحوا كما قلت تحضر البنات يتلموا ويجيبوا كادواتهم ويجيوا ويجيبوا هدياتهم اللي قربت ويحضروا الزهاز ويحطوه في البيت يصدروه. وقتها بدايه العرس بدايه العرس من نهار تلطيه. بعتالي منه غدوه كتجي الماشط الصباح. وتحني لها وتعمل كل شيء على عشية تعشق باللي يعملوا له شيء. الحنه بالصناجر. نعملوا لها له شيء ونغنيوا لها مثلا نخطف الكلمه الاخرانيه نقولوا اليوم وشاء. ايوه. نغنيوا اليوم وشاء. يا مسلمين الله اليوم وشاء، يا مسلمين الله اليوم وشاء، وستين صبية لا دار وباء، يا مسلمين الله ومحلى قعدتها ومحلى بنايتي ومحلى تصديرتها، واليوم أماني مفارق أميمتها ومكتوب ربي اليوم نادى عليها يا مسلمين الله. كم الليلة الحنة الصغيرة من غو تصبح الحنة الكبيرة. تطلع العروسة بالحضرة تتصدر والحضارة والكل. ولما تبدا تغني عليها زين بنتي طالعة للحنة وزين بنيتي وطالعة للحنة وزين بنيتي يا لله طالعة للحنة عطاك ربي يا لله ما تتمنى. كملت الحنة يجي من غدو المرواح. أيوة. العريس يمشي الحمام ويمشي الحجام ويجي يحضر الأصحاب، والعروسة تمشي تجي الماشطة من العشية. ملي تغسل تلبس العربي
يتزين لها الماشطة، تلبسها عربية، بعد المغرب بشوية توقفها تجلها وتغني عليها. حل شعورك يا مناحلي ودمعة عيني مسام بنا تدري، حل شعورك وتلقيني المطفورة يا طه بالسطر هنا بالنور، حل شعورك وتلقيني جادة من حاس بنتي يا مكبر سادة، طليعاناتي تتجلى قولوا تبارك الله على حجنا برسو نولي الله، وطليعاناتي تتجلى من غد يصبح الصباح درى العريس يحضروا القلاية والتطيب باش يفطروا مالي العروسة. ايوا كي يجي يصبحوا لها يطيبوا لها القلايه، يجيو اخواتها ويجيو امها وجيرانها وعمومتها واهلها وماها باش يجيو يصبحوا لها، والماش تقام زينتها يدربكوا عليها تنهار الصباح. الحوت عليه شابان ريام، الحوت عليه والعروسة ريام، حوت عليه حجيب على اللي حازها واخداه يا شاب الريام. طق العرس في ديرتها حتى هي حي بعد سبع ايام يعملوا لها سبع. ايوه تلبس قصاع العربي. الخرج بهم ضربوه. الخرج بهم ضربوه. أيوة. تلبس العربي. تنقش لها وقت تعمل لها حرقوس وتلبس الحرام وتلبس كل شيء وتشطحها سبع نوبات. الماشطه. قتلني ما قتلني وقتلتني عينه. قتلتني عين العروسة الحوت على زينها. هذا كوك من العرس. يعطيك الصحة وإن شاء الله فرحة أولادكم. يعيشك وفي العرس. الله يخليك. لخديجة حبيت تسألك، الأغاني هذوما درا قدم وإلا أنتم تستمتعون؟ قدم التراث الأصل الأصيل من حيث البوجد. أيوا كانت زهرة بنت حمود الله يرحمها. كانت فتون بنت الحاج الله يرحمها. يعني هذه زيجو الاغاني هذه نتاع هذيك من اصل الاصيل نتاعنا بتبقالته، وقعدنا بك التقاليد هذوك. بالنسبه ليا اني نخدم عروسه عربي، هذاك هو غناية، هذاك هو عروستي كيفاش نطلعها كيفاش نجلها كيفاش نغني عليها كل شيء. يعطيك الصحه. عايشك. لبست قفطان بمليون وخرجت على البنك تجلى، خرجت على البنك تجلى حجيب ماخو مقرون يلي